مين بتحبيه يا هبة انت؟ مين بتحبيه؟ بحب كل العالم. ومين اكتر شيء؟ كلكم. هاي بنت المريضة هبة، العمر 8 سنوات، ولدت يعني من قبل الولادة. نحن بالتصوير تبين أنه معها مرض في رأسها، استسقاء، ووقت الولادة فورا أخذناها على الدكتور فحصناها، كانت بحاجة لعملية في رأسها، عملية استسقاء. يعني هاي مرض نادر بصير، يمكن 1 في المليون بصير مع الأطفال. المهم الحمد لله يعني عملنا اللازم هناك، كنا ساكنين في حلب وشغلنا كان في حلب، أمورنا هناك كويسة. سوينا العملية وجبنا له جهاز، ركبنا جهاز شنط اسمه في رأسه عشان سحب المي، وفي قيلة في ظهره كمان عملناها بعد سنة. سوينا القيلة في رأسه، لحد الآن في أثر للقيلة. نتيجة العملية هاي ووضعها بالاساس، معها شلل في جرياتها وضمور في الدماغ، يعني بتاكل ولكن بدها مساعده. بالنسبه للحفوضات ما فينا نشيلها لان ما بتحس على حالها، ونطقها كويس والحمد لله وبتحكي هيك، ولكن يعني عندها تاخر في الدماغ، يعني في ضمور، في شويه تخلف. وعالجناها كثير، يعني رحنا على مشافي كثير ومتابعة دكاترة عصبية وجراحية كتير هالموضوع هذا. والحمد لله يعني هلق عمرها 8 سنوات، ولكن يعني الوضع اللي صرنا فيه، يعني بالثورة تركنا في بيتنا في حلب، راح بيتنا في حلب وغراضنا وهاد، وطلعنا جينا لهون رجعنا على أدلب، ها كان شغلة في حلب هنيك. يعني الوضع صار تعبان كتير. في دكتور قالنا إنه في مجال نعمل لي عملية في ظهرها مرة تانية مشان العصب، وعمليات فيزيائية احتمال تمشي، يعني احتمال 60-70% انه تتعالج وتمشي. هلق يعني الروحة على تركيا بتكلف اقل شيء الشخص $1000 وتهريب، غير التكاليف السفر جوا. يعني نتيجة الاوضاع هاي ما عم نقدر نطلع برا سوريا خالص. الدواء ما انقطع من اول ما ولدت لحد الان، ادوية، فيتامينات ومقويات، وفي اغذية معينة، يعني حتى في أغذية معينة ما عم نقدر نجيبها، بده يكون في غذاء معين، يعني دسم ولحومات كذا وفواكه، هي كلها بتأثر عليها. في مرحلة مراحل كنا نقدر نجيبها، بعدين ما بقى نقدر. يعني رغم في فاعلين خير كانوا يساعدونا قدر المستطاع، ولكن الوضع العام بشكل عام سيء. يعني حتى الذي يساعدك ما بقى يقدر يساعد حاله. فنحن يعني وقفنا هالأمور هاي كلياتها، ما بقى نقدر نجيب لها لا الدواء ولا الأغذية المعينة اللي بتفيدها كفيتامينات وكالسيوم ومغنيسيوم وأبر، هاي بشكل دائم. يعني هاي كلها أثر عليها. هو عم يسمع يخبط، قلب عليها، شغل عليها هذه.